أي حاجة وقعت في الحياة ماشي نهاية ولكن بداية. مرحبا، صوفيا الخنساء بن تامي، حاليا كوتش وأستاذة في تقنية التواصل، وأيضا ممارسة في البسيكولوجيا الإيجابية والعلاج بالضحك. دردشة مع صوفيا فكرة ديال جوج النساء، جوج نساء اللي هما صديقات اليوم، سارة بودير وصوفيا الخنساء بن تامي. دزت من واحد المرحلة في الحياة ديالي اللي كانت شوية صعبة، وهو الطلاق، وهو من الأشياء اللي دفعوني أنني نجدد ونبحث ونقول صوفيا فيك حوايج اللي غادي يقدروا أنهم ما كتعرفيهمش، غادي تبدأي من جديد. جاتني هذه الفكرة أننا نجددوا كل ما هو ماستر كلاس او ترينينغ كلاس، يعني لي فورماسيون نقدر نقول تراديسيونيل، بدلناهم وهرسنا شويه داك لي كود. فدردشه اشنا هي؟ دردشه هي لقاء بحال اللي كتجي عند اصدقاء او عند العائله للدار. دردشه الناس هما اللي دايرينها، هذوك اللي غادي يشاركوها، المشاركين هما اللي كيعطيو الطاقه ديالهم وكيجيو وكيهضروا بكل راحة، وهذا هو الهدف. الأعضاء ديال الدردشة كتختارهم دردشة بطريقة طبيعية، لأن كيجيو راسهم. حنا كنعلنوا بالتاريخ ديال الدردشة والموضوع، فالناس اللي كيحسوا براسهم أنهم هذاك الموضوع كيهتموا به كيجيو بواحد الطريقة اللي طبيعية. تنشيط الانيماسيون اللي كنديرو انايا كيكون بوسائل تقنية التواصل، وكنستعمل ايضا وسائل البسيكولوجية الايجابية ووسائل العلاج بالضحك. النصيحة اللي غادي نوجهها للناس اليوم، وهي اولا التواصل. التواصل بحال اللي قلت وسيلة اللي هي كنوظفوها يوميا، فمن الافضل اننا نوظفوها بطريقه فعاله. نفتحوا عينينا ونركزوا على كل ما هو عندنا قريب لنا، اولا في الجوهر ديالنا وحدانا. ما نبقاوش نبغيو اننا دائما الحوايج اللي هما كنقولوا ما عندناش، الابتسامه والضحك، نحضروهم حتى هما كوسائل pour se reconnecter مع الجوهر ديالنا.